الجهاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحقد عليا زي العالم البلاوي اللي خدني عندهم دول. يا حاول يا رب الله اللي هو شرب يا حاج. بس انت في حاجه مضايقاك غير جاد يا حاج؟ لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ انت معكش عربيه؟ لا ما هو زكي عدى عليها الصبح رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعالى يا راجل تعالى. ماشي. اتفضل. بس عاجبني انت فييس اخد تاكسي. اخد تاكسي ازاي بقى؟ وانت معاك فلوس؟ معايا ايه؟ يا خبر ابيض الفلوس يا زكي. زكي زكي ايوه هات الفلوس. ايه الفلوس اهي انا عديتهم مره تانيه وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه؟ تقابلني الصبح على باب البنك هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح يجي يلاقيه. تأمرني يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل. سلام يا برنس. سلامتك يا يوسف. ألف سلام عليك يا حبيبي. لا سلامك يا حاجة دوسة. تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ ايه يوسف اللي انت بتقوله ده؟ يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ ألف سلام عليك يا حبيبي. والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه للدرجة دي؟ طبعا يا حاج. مش انا اللي بربيه وهو لسه في اللفة اللي هيجي له ضربة في ايده وفي قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا. الجرح طلع سطحي. انما انا كنت حسوخ على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. وانتوا لغايه دلوقتي يا حاج ما عرفتوش مين اللي عمل العمله دي؟ ما انا لو عرفت كنت قلت لهم في التحقيق بتاع النيابه. اكيد حد بيراقبنا بقاله كذا يوم وقطرنا. انت شاكك في حد معين يا يوسف؟ اشك في مين يعني؟ بس هو اكيد حد من المنطقه. حد شايفنا في الراحه وفي الجايه وعارف ان احنا شايلين فلوس واحنا مروحين. ايوه ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. إله يا رب اللي خد منك الفلوس دي تخش عليه بالحرام ونجيب له 100 مصيبه تشيله ان شاء الله. يا رب. هو هيخرج من المستشفى امتى يا بابا؟ النهارده ان شاء الله. بقول لك يا حاج. نعم يا ابني. لا خلاص خلاص. انت كنت عايز تقول حاجه يوسف ورجعت في كلامك. كنت اقول حاجه كده جت في بالي بس استغفر الله العظيم بقى يلا خلاص مش مهم بقى. في يا يوسف ما تقول انت هتقلقنا ليه؟ بتتكلم يا ابني. الحاج جاد يا حاج. ماله الحاج جاد؟ يا كانش هو تفتكر؟ مش عارف بس بصراحة يعني هو الجدع ده دماغه سم. أما لو كان ده حصل بجد يبقى دخل في حارة ضلمة وسد وهيتخرب بيته إن شاء الله هو واللي خلفوه. بس يا يوسف ده مجرد يعني إحساس ولا أنت عندك دليل ضده؟ يا عندي دليل منين ولا عندي دليل ولا حاجة بس اصل بصراحه كلامه ليا في الصين كان بيهددني كان بيهددني يا حاج. ايوه بس دي مجرد تكهنات ما ينفعش تتهمه اتهام خطير زي ده.
راجل جاد ورا الموضوع ده. لا يا حاج سيد، لا مش معقول الخلافات اللي بينكم توصل لحد كده. وانا شايف كده برضه. انتوا طول اللي انتوا عايزينه، انما انا عارفه من زمن وشي في وشه، انا عارفه ومتاكد. على كل حال انا هتكل على الله وخدوا انتوا قعدتكم وبعدين بقوا شراحه. اتكل على الله خدوا انتوا قعدتكم. نتيجه يا حاج سيد تمشي ازاي وتسيبنا؟ ده المكان مكانك واحنا ضيوفك. يا عم انا ماليش مكان، المكان مكان كنتوا. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كنت زمان بلاقي بحناني بحر محبة وبر أمان. ده الجنن ده ولا إيه؟ إزاي يفكر فيك بالشكل ده؟ أنا في الحقيقة ساعات كتير بحظره، بقول يمكن اللي حصل له ده يخلي عقله يجيب ويودي ويهلفط بالكلام اللي بيقوله ده. هو أصلا سبق قبل كده حد فيكوا عمل كده في التاني؟ أبدا علاقات، كلها مناوشات شغل وتجارة وخلاص. يبقى أنت على كده بقى لازم تاخد بالك من نفسك، المفروض إن أنت ما تنزلش غير ومعاك حد. ما تخافيش عليا، أنا جاد منياوي، عمره ما يقدر يعمل معايا حاجة، أنا عندي رجالة ممكن يقرقشوا عضمه، وهو يعرف كده كويس أوي. أمال أنت قلقان من إيه دلوقتي بالظبط بقى؟ اللي قلقني ومخوفني ان هينزل السوق يفضل يلسن عليا بالكلام ويضربني في كرامتي ويقول لهم جاد المنياوي ده عنده بلطجيه بيثبته وبيقتله ويصعب عليه والتجار ينفروا مني. اذا كان على كده ما تقلقش، سيبها لي انا هحلها لك. تحلها لي؟ هتعمل ايه يعني؟ هكلم سمر بنته، احنا علاقتنا كويسه قوي، هحاول اقنعها ان كل اللي في دماغ ابوها ده كلام فاضي. ليه يا لقاء؟ انت فاكراني خايف منه ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا هروح له لغايه بيته واواجهه واقف قدامه واقول له انا ما عملتش كده يا سيده دقاق، انا لسه هستنى سمر، افرض سمر دي ما وافقتش. ما تقلقش انا ليا طريقتي. ما تعمل ايه يا وحيد؟ بقرا مقرة ولا جاموس؟ وانا بقيت غريب يا وحيد. غريب ليه؟ يعني يا اخويا لونه نهار قاعد تقرا زي ما تكون كده تلميذ. هو انا طول يا ريت يا جنة ابقى تلميذ واتعلم كل حاجة، بس الحمد لله بعرف اقرا واكتب. لا قولي، هي حكاية ابوك دي جد؟ تاني يا جنة؟ خلاص يا سي وحيد بقى، خلاص ما اقصدش والنعم. استنى. خدي. ايه ده؟ بس بوسة. عشان انا شلتها ومرضتش اكلها. ربنا يخليك ليا يا سي وحيد. هتيجي معايا السوق بقى؟ لا بقى، عشان انت المره اللي فاتت عملت خناقه وفضحتنا. انت عايزانا اشوف الفرارجي بعكسك واقف ساكت؟